عايزين نعمل طبق فول يا شيف شربيني اللي هو ده اهم حاجه كويس في السحور. كويس، هنحط شويه كمون، اهم حاجه الكمون. ايوه حط شويه كمون. ايوه، وعايزين نحط شويه كزبره. حلو قوي، انا هعكسك كده شويه. لا عينيا. وعايزين نحط شويه شطه بسيط عشان نصبح صايمين. ايوه شويه شطه بسيطه. ايوه، وعايزين نحط شويه توم بودره. الله، اهو كده، ده احنا دخلنا في السليم. وشويه فلفل اسود صغيرين. ايوه، وعايزين نحط شويه توم بودره وشويه بصل بودره. ايوه كويس كده، حلو. دول كده احلى حاجه لطبق الفول. والله انا من رايي كنا حطينا لها ملح بالمره، بس خلي الملح على حسب، لا الملح على حسب الطلب بقى، عشان ما يبقاش في حد عنده الضغط كده. اولا احنا عندنا الكمون بيساعد على الهضم وبيريح المعده. كويس طبعا، وده احسن حاجه، هو احسن حاجه الكمون. وممكن نحط الليمون يبقى سليم اخضر مع التسويه. وممكن نحط شويه عصفر كمان مع الله الخلطه كده، وهو بيستوي. نحط شويه ايه العصفر، يا اما نحطه مع الحاجه، يا اما نحط العصفر مع الفول اللي احنا بنرميه في البيت. كويس، قول لي بقى. وممكن نحط بقى حبيتين ليمون ناشف. كويس، والفول بيستوي. هو ده الكلام الحلو. طب صلى على النبي. يبقى احنا كده عملنا الحوايج دي او التتبيله دي لطبق الفول اللي احنا هنبدا بيه اول حاجه في رمضان، اللي هو لمده شهر. تمام كده، ده معانا. وممكن نشيل بقى العصفر ونشيل الليمون، تبقى شويه الكمون وشويه الكزبره والشطه والثوم والبصل دي الرشه بتاعت الدقه اللي على البتنجان واللي على البطاطس. الله، عشان نعمل وجبه الله يبقى ايه اقتصاديه للسحور. يبقى دي هتكفول الشهر كله. تمام، حلو. وممكن بقى شويه شطه نحطهم على الجبنه، ممكن بقى شويه حبه البركه. والشطه الحراقه دي مع الجرجير بقى ومع السلطه بتاعتنا. تمام، دول اطحنهم بقى كده هنا. دول يا باشا يا نطحنهم مع بعض، يا اما نخلي الليمون لوحده ونخلي العصفور. لا انا عايز كله مع بعض. يبقى نحط كله مع بعض. انا لسه هدور عينينا، عايز اجيب البطرمان كده او اللي انا حاطه. هنحط البطرمانات. انت هتدمس فول ولا هتشتري فول؟ ما هو ده اللي انا جاي لك فيه بعد كده. لا انت هتدمس فول. لازم سيبك من الفول اللي هشتريه. لا لا، بس برضو ايه، يبقى الفول حب كده وتصفي. هنتكلم عليه بعد ما نخلص دي. يلا نطحن دول بقى. انما انا بجيب الكمون، عارف انت الاصناف وعارف الحاجه. انت كنت شغال عطار؟ لا انا مدرب تحت ايدك يا باشا. طب ماشي، عازب يا عم صباح. مدرب تحت ايدك يا باشا. يا باشا عنينا. بسم الله. طبعا ست البيت ما عندهاش الكبه الكبيره دي، في الكبه الصغيره. كل بيت فيه كبه. بس الكبه الصغيره برضو تطحن الحاجه دي. ايوه يعني الحاجه دي مش انا عارف سعادتك. انا عارف، انا بقولها يعني ايه، كل حاجه موجوده. انا عايز سعادتك بقى تشم الايه الحاجه دي كده بعد ما احنا ايه ما طحناها. نهار زي الدم، بس انا لما اجي لك بقى كده ده تعالى لي كده اهو. يا الله على الريحه، يا الله على الريحه والجمال. امسك عليا. يلا يا باشا. الله، الله بارك لك، الله بارك لك. وصلنا حاجه فاضل اليوم على رمضان ولا يومين بدل ما كنت فطرت. احلى طبق فول واحلى رش دقه واحلى تتبيله. والله هحط منها على البطاطس، هحط منها على البطاطس، حط منها على البطاطس، وحط منها على الحاجه اللي احنا هنتصحى كل حاجه. بس انا عايزك تقول لي ازاي ندمس الفول. ازاي ندمس الفول؟
يعني انا هشتغل شيف وحضرتك هتشتغل عطار. لا يا باشا مش كده. عايز بقى من مرة عليك الفول وعارف نوع الفول اللي هندمسه. هنجيب وايه بقى اللي بنديه معاه اربطه؟ حدس ولا رز؟ لا احنا ولا حمص؟ احنا الفول يتغسل ويتحط في القدره ويتحط له شويه عدس قيمه مقدار مثلا فنجان ويتحط له ليمون وليمون ليمونتين صفر، يا اما يتحط له الليمون زي ما احنا اخترنا كده، ويتحط له شويه عصفور ويتساب على نار هاديه او على الايه السخان الصغير. انا كنت باكل وملهي في الاكل واحد واحد عليا تاني ومن تاني تاني. هنجيب الفول ويتغسل ويكون متنقي تمام 24 جرات حلو، ويتحط في الدمسه بتاعت الفول، ونحط له مقدار فنجان من العدس الاصفر حلو كويس، ونحط له مثلا لو مش هنحط توم بودره ممكن نستعمل فصين توم من البيت تمام، ونحط له شويه عصفر. وهو العصفر بقى عشان يحافظ على لونه، العصفر هيحافظ على لونه. بنقول ان احنا بنبل الفول قبل ما نحطه على الدمسه، هل ده صح؟ ممكن هيسرع في عمليه التسويه بتاعته. مش هيغير لونه؟ مش هيغير لونه، اللي هيخلي الفول محتفظ بلونه هو العصفر. نركز في حته العصفر دي عشان العصفر ده لونه طبيعي. نص معلقه كركم. ممكن نص معلقه كركم، انا كده هخاف منك، انت كده كنت شغال عطار. هو مخبط معايا وتخبيط في الحلل ما ينفعش. لا يلا بينا يلا بينا. عايز تعمل ايه تاني بقى يا شيف؟ احنا اهم حاجه عندنا احنا بنخلص من الفول وجبه السحور. انت بقى عليك الخيارتين الحلوين، شويه الجرجير، شويه الجرجير، شويه حاجات الخضره الحلوه، خرصايه. واحنا داخلين على الحمد لله داخلين على الصيف، خير ربنا كله موجود تمام.